ما في شي بيخوف. خلونا نعرف السوق. والله انصرعنا شيء. لك وين رايح؟ وين رايح ها؟ لك شو انت مجنون؟ مالك شايف هالدنيا كيف والعه؟ طفي لها الموتور. لك يا خي ما بصير هالحكي. قل له مضطرين، مضطرين كتير، عنا أهل ومال ورزق بدنا نحميهم يا عمي، ما بيكفيش حارنا وتقديرنا. أخي أنا ما دخلني، هلا بفش كل غلو فيه. خيا ربي وفقك، فهموا كله، عنا أرزاق هناك فيناش أتركها. لك الإسرائيلية وصلوا لبيوتنا، شو منتظرين تيصيروا بحرجنا؟ تدروح، فهموا هالحكي إذا بتريد. خلاص طيب، أمري لله. ربي وفقك. أمري لله. الله معك. طمنوا رح يسمحونا نمر، بس بعدين يظهر في قافلة عسكرية رح تمر من هون. بس امتى بتمر؟ ربكن ما بيعرف. ايش بعدين ما بعدين؟ عزعل هالقصة. بعدين بيكون اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفي شوفي افهمنا بقى، تكفيش وقلنا زحمة بس تتمدمد وتقرص. ايه والله لألعن ابو اللي خلفك يا كلب يا سافر يا واطي حقير. خلاص 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 اختشي يا امرأة اختشي، استريح على دمك بقى، عيب فعلا النسوان استرجعوا. لك انا اللي بدي استريح على دمي ولا هو؟ استغفر الله. ببتلونا وبتضيانا نسكت وفوق نطلع مسترجلين، ناس مريضين معقدين. هلأ هيك نسوان استرجلوا؟ ايه والله انتو اللي تنسونتو. شو هالزمن الأندبوري ها؟ فعلا لا كرامة لنبي في وطني. انت فين والدنيا فين؟ أخي أبو نضال زماننا زمان وهذا الزمان زمان. هلا معقولة واحد بطل معتق مثله يوقف هيك ويدفش ويتبهدل البهدلة هاي؟ أخي أبو فارس هذا الزمان ما بده أبطال، هذا الزمان بده هيك ناس وهيك أخلاق. زمن بوش يبقى جدوري. أخي لا تنسى تبعتي الأغراض لوصيتك عليهم مع تحسين. السلام عليكم. عليكم السلام يا شباب. طريق يا شباب. وبعد تواصل القصف الشديد من طائرات العدو الإسرائيلي لمدينة بيروت البازلة، قامت دبابات العدو ومجنزراته بالتوغل في شوارع وأحياء العاصمة اللبنانية. يلعن أبو الحالة، إيش الحالة هي؟ وسط مقاومة ضارية من القوى الوطنية. شرب شرب ما نخرب شاي شرب. السلام عليكم. عليكم السلام. شرب شرب استاذ شرب أبو نضال. بروك شرب شاي. شكرا مستعجل. العربية المغتصبة فلسطين. لك دخلات بشو مستقوي هاد وشايف حاله علينا؟ ان شاء الله بده حملنا منية انه هو مصاب حرب. لكل يا تمنعرف انه كانوا اخدينه احتياط. سوك لك وترك الناس بحالهم، ان كان احتياطي ولا متطوع ما راح يخلص من سينكون. ولك على القليله هو خيط حرب وخرجك وعم بيخرج اجيال من بعدك. با انت ايش خضت وايش خرجت حبيبي؟ ها
هات الراديو خلينا نسمع لقينا درك وصلنا وبلا لعي. لك وين حطيتوا الجريدة؟ يمكن بغرفة الضيوف، مو انت حطيتها هنيك؟ قلت البيت؟ لسه. لك ايه ما تقلي، شو منتظرة؟ يعني الفطور ما خلاص، ما تجيبوا شاي على الأقل. لك بنتي ما تساعدي أمك بالمطبخ مليون مرة، بدي أطلب الغرض لحتى يجي. يا الله، ساعتين بده حتى يصير الفطور. هات أشوف، شو رأيكم أنه أترك شغلي وأجي أخدمكم هون؟ منيح هيك؟ سكت جوعتك هلأ بهدول، يلا رح يجهزوا. إيه لك يلا، شو صار فيكم؟ رجولكم شوي. وين أست جميلة؟ وين أست الحسن؟ شو لسه ما فقت؟ فيقوة فيقوة، خليها تفطر معنا، روح شغل هلا بتأخر. شن زعالي والله اليوم. لك شو بكون؟ تحركوا حدا يروح فيها. مو انت قلت امبارح انه ما لهم طلع من البيت. معلش تروح على الشغل، تروح فيوه خليها تفطر. بدون اذني ما هيك؟ والله لك اكسر راسكم والله. وين العصاية؟ لك شو مفكريني انا رجل كرسي هون بالبيت؟ تعال شوف لي، تعال هون. ولك عم تخبي علي وعم تعلم البنات على الكذب؟ والله لك اكسر راسك والله. تعال شوف انت، روح دور على اختك والا ابوك عم ينتظرك هون. يلا عم امشي. على أثر عند رفقاتها مسجلة بشو؟ العمى مسجلة بسرعة عني؟ لك شو بيعرفني؟ روح دور عليها ولا إياها تحت تعطي الأرض. مخبي علي؟ تعرف يوم مخبي علي؟ والله ماني مخبي شي. لك أنا منعت أنه تسجل بالجامعة، لك أنا قلت لها أنه تسجل حقوق حتى تقدر دائم على الشغلة. لك ما عاد تقدر لحق لكم مصاري لوحدي، لك ما عاد فيي. العمى سجلت لي بالآداب؟ بدها تعمل أديبة الخانم؟ لا تروح تعمل أرتيست أحسن. والله لكسر راسكم والله. بعدين ما لا أشعر، وين اختفت؟ شو يعني هربت؟ طول بالك دخيل الله، طول بالك. وين بدها تروح؟ هلا بتجي. ولك انت سبب خراب هذا البيت، ولك دمرتي وعلمتي الأولاد على الكذب، وفو عم تخبي علي. والله لا أذبحك الذبح. وين ما راحت بدي اجيبها جلا. ولك احكي وينها؟ والله ما بعرف وينها، ما قالت لي. لك تركوني بحالي، تركوني بحالي. دخيل الله خلاص، لا أمي ولا حدا فينا بيعرف وين راحت. كل مصايب الدنيا مني انا، كل مصايب الدنيا والبلا مني انا. هل من هالبيت؟ هلا وقتك انت الثاني؟ احل عنا يا هيل. هيل هيل غدا عم تربته. حطهم هون. بدك يا عمي ابني دار؟ الله معك. شو هاد؟ مين طلع لي هاد الجدبه؟ هل انا ناقصي فضايح؟ لك شو عم تحكي انت؟ ما عم بكتب. جميلة هربة العمى، جميلة ما غيرها هربة. العمى على هالدنيا، شو هالزمان ها؟ خليك بالمحل لا تتحرك، انا واصل عند ابو حميد، خبره واجي. اهلي خانوم، تفضلوا. يا شحاري على هالخبرية، يا سواد وشو اللي احلى منها؟ هربت مع شب ما هي ولا خالتي؟ شايفتي بنات هالمدارس شو عم يطلع منه؟ جنس عاطل خيوش بدك بالحكي. يا عيب الشوم على هيك متعلمات. ليكي شقد هنا متحررة والله أبعرف شقد، بس يعني فهني هنا محب العادات والتقاليد. شو هالعيب هذا؟ يا عيب الشوم بس. صباح الخير جيراننا. شو حبيباتي عم تفقشوا بندورة؟ الله لا يصبحك بالخير، منين بده يجينا الخير وانتي بيناتنا؟
لا 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 يا جيراننا، عيب هذا الحكي، مو قصور. ما كان ناقص غير تعلمينا العيب على آخر الزمان وليه؟ لك ليش هيك؟ أنا شو أزيدكم لتبهدلوني هالبهدلة؟ لك والله أنا بحبكم. لك تقبرني والله والله مظلومي. طب يعني بالله عليك بالله عليك إذا أختك هربت مع شب، طب أنا شو دخلني؟ شو دخلني أنا؟ لك تعال عندي، إيه زمانك مصدق؟ طيب تعال عندي أتأكد من نفسك. لك شبك من شو خايف؟ لك هدول كلهم مروا. لك تعال لا تصطفي. يعني هربت؟ وين هربت؟ كلياتكم تعرفوا وين مخبين علي. عمين هربت؟ اطرفوا والا بكسر رجله اللي بده يطلع برات البيت قبل ما تقول وينها. تشرفوا لشوف. هدول اشوف، عشان هيك الواطية كانت عم تتهرب من الزواج، بطفش العشان اللي عم يجوها. معقولة؟ معقولة انتي؟ العريس واهله منتظرين تشريفك وانتي ما حضرتي حالك لهلا ونازلة اكل مثل الفجعانة؟ على كل لين انا بعت ورا ابوكي على المدرسة اللي يشوف شغله معي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهيل. مرحبا. مرحبا. بالايد سلمي، بالايد. مرحبا. مرحبتين. يوه ايه سلمني هالوش وهالقامة. اهلين حبيبتي، هاتي بوسي. مرحبا. اهلا وسهلا، تفضل تفضل تعالوا. كيفك حبيبتي؟ كيف صحتك؟ كيف دراستك؟ ان شاء الله عم تنجحي كل سنة بسنتها. منيحة منيحة. شو حبيبتي؟ شو ناوية تطلعي بلا زغراء؟ ما بعرف أي شيء. بحب الشعر والفن والموسيقى. لا أبداً، لا يمكن. لو إنه داسي علمي كنا دخلناها طب أو هندسة. ما في مستقبل غير لون. إيه صحيح. صحيح. بالعلمي ما في واحد من أولادي فشل لي قلبي، ولكنه أبوهم مدير مدرسة عنده كل هالشهادات اللي عندي إياها. يا سيدتي الكريمة، إيه أنا في عندي أوسمة وشهادات من زمن الحرب، ما في منها الأيام هي. لحظة حورجيكي. والنعم والله، عيلة بترفع الراس، أخلاق وعلم وشرف وأكابرية والله، وإن شاء الله بتكون جميلة، خير خلف لخير سلف. خير لخف لخف الفلس. خير لخف لخير سفل. يا ميت أهلا وسهلا، شرفتوا. بالمعاهل كلك ذوق. شو حبيبتي؟ في شي بيضحك؟ ضحكونا معكم. ما في شي. جميلة تذكرت شغلة. والله ما في شي. تذكرت شغلة. تذكرت رفيقتي بالمدرسة.
كانت تنغاظ كتير من استاذ القومية لأنه بيلبس جرابات بيض مثل الولاد الصغار، أما كتر ما ركزت عين عليه طرق طحين قام وقع وتفركش قدام كل الطالبات. شو ما رح نشرب قهوة من هالإيدين الحلوين؟ جميلة جميلة، لك ليش هيك عملتي فيهم؟ أكيد بيكونوا زعلوا. إيه زعلوا يعني؟ شو عملت لهم؟ يا ربي، أنا كان ناقصني هيك عالم. جار لي اللي ابنه وراهم مثل الغنمة، قال بدهم يجوزوا. أصلاً أنا ما بتجوز على هالطريقة. يا الله لو رفقاتي فكروا متكون هيك. لا مو بس هيك، تصوروا يعني بيهتوني بأنه أخواتهم كلهم اتجوزوا وأنتوا لا. بس جميلة، صحيح أنت ليش بتتجوزي؟ بل كبرتي لك اختي وعنستي مثل ما عم يقولوا. يا حيوانه طفشتيون طفشتيون يا بنت الكلب. وينها وينها؟ بابا طول بالك. وين اختفت؟ وينها؟ الله يخليك. وليك لك يا كلب انت شو عامل فيكي؟ قتلك موتك؟ لك بيقولوا انه انا اللي جننتها. لك تعال بابا طول بالك. لك بنتك انت هاي هبله ولا بتسهبل علينا ولا معقد ان شاء الله؟ ولك جميله بابا. ولك على ايش بعتمدي؟ بدي ان شاء الله بابا. ولك ما بدي افهم على ايش بعتمدي؟ ها انا ما عاشق ابوك اللي ما عم يكفيك وتاكل فيه خبز. لك انت ما فهمتي على بنتك انه نحن ما صدقنا امتى اجاها عريس ولا نفكر سميناها جميله لان بريجيت باردو يعني اصلا معقده غير اسمها. حتى معلمتها قالت لي. شبه معلمتها قالت لي انه كثير طويل اسمها اختصروا لها يا شوي بلا بحيرد. هذا تضربي انت ومعلمتها ذاتا ما حاورت جاهلا الا وافحمني. بدي اخلعني اعمل هلا ورايح اللي بناديها غير جميله بحيرد لشوف بدها تنفك عقدتها ولا ما بدها تنفك. تضربي على التربايه. اخ هي نسرها من السوريه. وين جميلة بحيرة المناضلة من بنتك المسخ؟ بعدك ولا؟ يومها بكت كتير وقالت لي إذا بتكون جوزوني بهالطريقة بيكون بتكون يعني انتحر. إيف تنتحر؟ مشان شو يعني؟ مشان جوازة؟ معناتها في حدا بحياتها ومخبين علي. جميلة كانت تخاف من أي فكرة ارتباط أو زواج. كانت تخاف من أي رجل أو أي تجربة. بعرف شو عملت لها حتى صرخت وبكيت. لا حبيبتي صدقيني ما عملت لها شيء، انا كنت بس عم بمزح معها ولعبها وضربتها هيك طياره على نقرتها. ما هيك جميله؟ طياره مو هيك طياره؟ هلا التجي امي برجيك بدي احكي لها كل شيء هالمره. بتسترجي؟ طيب حبيبتي شو رأيكم هلأ نزلكن على السوق واشتري لكم حلويات وسكاكر وبنبون وألعاب؟ مو انت بتحبي سكاكر؟ خدي بس بتهربي معنا من المدرسة. ها دخيلك ما تخربين لياها. رتل وحاتي يا رتل سراد مرة ولو لمرة. لك شو رح استفاد من مغامرة يا هبلة؟ طارح ساعد بدك تروحي ولا لا؟ ومدن عربيات واحدة مدرسة خالدة. تخربينا الهريبة. يا
بعدولي بعدولي. يلا بنات وراي. يلا. امشي. يا ربي شو خايفة؟ أنا شو كان بدي بهالشغلة؟ بلكي دريو أهلك أو المدرسة. لك حاجتك خوف بقى يا جبانة. ولك خليكي مثل العالم والناس. العمر حبيبتي ما بينعاش إلا مرة واحدة بس، بل بدك ياهن يعيشوا عمرهن عمرنا سوا. هيك الواحد لا يعيش وما يكون جبان، بيعيش بالسرقة؟ هلا هي هي الحرية تبعك اللي مو قدرانة تواجهي فيها حدا؟ لا أختي، الواحد بيصير جبان لما بيضطر يكذب أو يسرق أو يعمل شيء ما يقدر يدافع عنه. ليش حبيبتي؟ هنن بيعترفوا أصلاً إنه في إلك حق لتقدري تدافعي عنه؟ مو هن اللي عم يضطرونا نكذب ونسرق حقنا سرقة؟ إيه؟ ياخذوا ليشوف. دخيلك لهالحق. لا إلك حق أحرز من الهريبة. أختي أنا حقي مو محز وسخيف، بس عم بقطنص وقنص. بقى خلينا نشوفك أنت عم تحرري فلسطين إذا كانت هي رغبتك. بعدين تحررتي من الصغيرة حبيبتي لتتحرري من الكبيرة. فاقد الشيء لا يعطيه. لك هي أختك شو؟ كأنها جايتنا من العصر الحجري يا. مثل أهلها ما بتتغير عبس، دق المي وهي مي. She's crazy like the food. Garçon. شو هيئتك؟ ما بتحبي الرقص؟ خافي يا عمي ما تخافي، طمني، نحن ما بناكل بشر. أنا متأسف إذا كنت ضايقتك بشي، ما قصدي أكيد. على كل أنا بعرفك على حالي، اسمي نبيل. أنت لبناني؟ مش لبناني لبناني، بس كنت عايش بلبنان. شو علاقتك بأحداث لبنان؟ شو بتعرف عني؟ أحداثي
الحرب الأهلية بين اللبنانيين. طيب اسمحي لي جاوبك على سؤالك على المقلة. نار جهنم تحرقكم. كذابين غشاشين. الله بكرة بده يعذبكم. الله لسه بده ينتقم منكم. وصلوا لعندكم الحياة يا. شفتوه؟ ها اجوا الجرادين ولسه ما شفتوا شي. لسه العذاب الحقيقي بنار جهنم. الشقيقة الكبرى مصر نبا وفاة رئيسها وزعيمها الزعيم العربي الكبير جمال عبد الناصر الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية ألمت به. نقل على إثرها إلى منزله حيث توقف حلقه الكبير بين أهله وأصدقائه الذين فجعهم رحيله، وهو الذي كان دائما بينهم. شو اخي ابو نضال؟ ما في مرحبا. حتى لحظات حياته الاخيره حيث كان قبل مات عبد الناصر يا ابو فارس مات في وداع القلب. شو يعني خربت الدنيا؟ لك قتلوه حتى يقتلونا معه، قتلوا احلامنا ومستقبلنا. خلص انتهينا، الله يعيننا من اللي جاي. في كل مكان من الوطن العربي هلا ما حدا مات غيره، الله يرحمه ويرحمنا. بس بزمتي ما عرفنا الخنقه وكبت النفس الا على زمانه وزمان الاستعمار. يعني اذا هلا هو مات نحن انتهينا، لازم نموت وراه. هلا مساب العالم كلها تهي معلق بشخص واحد. اخس يا حيف عليك، انت عم تحكي هالحكي هاد مو عتب على الجهله. عبد الناصر مثل الاستعمار وتاميم القنال والسد العالي والشعار الوحده وتحرير فلسطين ومقاومه الاستعمار. اخس يا حيف عليك. شعارات كلها شعارات وبس، كان لازم بالاول يحررنا منه بعدين نحن منحرر معه فلسطين. لك شو بدي احكي معك، لك اسفي على الجهله، الله يعيننا مما هو اعظم. جهله شو بك تقبرني؟ مات عبد الناصر. أبو فارس بيقول لي إنه هو مثل الاستعمار. لك هذا أمنا وأبونا وأملنا. بيطلع لي يعمل فيهن أكثر من هيك. هلا وباش، لازم يذبح انذبح. شو الفائدة؟ قتلوه. مات. 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 جميلة بعد يوم جميلة ميونان جميلة شو جميلة جميلة في جميلة جميلة عم تحلم جميلة بعد يوم عني بعد يوم عني
في الموت في الرحيل، في انبلاج الأرجوان ساعة الأصيل. أنت نسف في مذبح آلامي الأزلي، أنت رغبة في جفن كابوسي السقيم، رعشة وجد لاحتضار عشقي الذبيح. روحي والقلب أنت لهما قرين، ملمسي والقد أنت عنهما هجير. إليك أيها المجهول أكتب، وعنك أيها المستحيل أبحث. رومانسية زيادة عن اللزوم، وهذا مو عصر الرومانسيات، بس بيعبر عن موهبة جدي. يعني عم تكتبيه في معاناة أحادية الجانب، بحاجة لوعي وجرأة أكبر. وعيك كامرأة أنثى، إلك حقوق ورغبات وحاجات. المرأة كائن رائع ومقدس، رمز الحياة، رمز القوة النفسية الهائلة للإنسان. هي اللي بتربينا عبيد أو بتربينا أسياد، مشان هيك حريتها ضرورة حضارية. بدون حل هالمشكلة جذريا، رح يضل مبدأ التسلط والاستغلال يتورث للأجيال. حتى في نظريات بتربط التلاحم الداخلي والعربي بحل مشكلة المرأة، في كتب رح أجيب لك ياهن تقريهم بفيدوكي. لازم تقري هدول الكتب، ضروري إنك تقريهم. شرط التحرر بيبدأ من أصغر الأمور لأكبرها، يعني بدءا من حرية الجسد وانتهاءا بكل شيء. جسدك له عليك حق، لازم تكوني فخورة بأنوثتك، لازم تحسي فيها أكثر. اجت خنسة. تفضلي. مرحبا. أهلا خنسة. على كل إن أنت حرام تضيعي موهبتك بالحقوق، لازم تسجلي أدب عربي حتى لو ما وافق أبوك. أنا لي صديق معيد بكلية الآداب، معزومين أنا وياه عند صديق ثالث لإلنا، ممكن يساعدك. صحي ليش ما بتزبطوها وبتجوا بتسهروا معنا؟ وبعرفكن عليه. يا ريت. شو بدنا نقول لأبوكي؟ حاج بقى هبل مثاليات يا، أنا لو ما بضل برصب كنت سجلته بالسرقة عنه هيك، بس للجكارة. صحي، أنت إمتى ناوية تنجحي بقى؟ لا حرام، إذا نجحت بينه تفشى شو يضرب. فعلا معك حق. يلا خلصين حسمي أمرك، هلأ بيجي أبوكي ما بيلاقينا. قلتي له نحن سوا رايحين ناخذ درس العربي؟ ايه ايه. شبك مثل ملدوغه، صار شي؟ طلع فيه تطليعه، حسيت حالي كاني بالزلط. ايه وشو يعني؟ ما بعرف، صدمني. انت فاهميني شو بدك منه بالضبط؟ نظرات، همسات وغمزات وحب افلاطوني. اها، لهيك مبسوطه عليه ومو شايفه غيره بالدنيا. كلهم شمات تجرئي وتعيشي تجربة حقيقية مثل باقي العالم والناس. كأني بعرفه. الله يعينك على حالك. يا الله عيونه شو حنون. ابو حميد، يا مو على الله يا خاي، بيطلع لك ست منيره. دخيلك. ما قولي قولي، والله بالبال لك يا عمي، هذا زمانه. ان شاء الله بتطلع على قبري، ان شاء الله بيقبروني النسوين كله. حمي النار يا ولد. هذا زمانك منيره خانو، بيطلع لك والله بيطلع لك. قلتي لي عيونه حنونه، هلا ارسلك على بر حبيبتي. عيونه ولا عيون الاستاذ كامل؟ شو ما جاوبتي؟ شو بك تبلكمتي؟ ولا ليكون التاني كمان متزوج او عنده شعاعه بتمنع يرتبط بحدا لحتى ابديتي اعجابك بعيونه الحنونه. يا ربي ليه هيك عم بيصير معي؟ لانك مانك عرفانه راسك من اساسك. شو بدك حبيبتي؟
قلنا لك لك اختي بسيلك على بر. خنسة قولي لأهلك انه جميلة نسيت كتابة عند الاستاذ كامل. ايه انا ما راح طول. استاذ حسن السؤال هذا هيدا ضفر عفوا استاذ انت بتبلش من هيدا السؤال. عادي بجاوب عليه. اوكي هاي هي الزاوية اللي حنصلي فيها تمام. واحد ورجيني لشوف. شوف استاذ انت بتحاول تفيدني لشوف الاستاذ كامل وحاول تفتح محاور جديدة بالنقاش. لا سلام شوف هاني جاهز استاذ كامل؟ استاذ كامل جاهز؟ متل ما اتفقنا ما هيك؟ جاهزين يا شباب؟ جاهزين استاذ تفضل. جاهزين يلا استعداد. 5 4 3 2 هذا السؤال بات حاسما وضروريا إعادة طرحه والإجابة عليه من جديد بما يتناسب مع متغيرات العصر ومواكبة الحداثة. ويجيبنا عن هذا السؤال الباحث والمؤلف المعروف الأستاذ كامل محجوب. أستاذ كامل، بالحقيقة رغم تنوع الثقافات المتاحة في العالم حاليا وتطور وسائل إيصالها، إلا أن هناك تردي واضح في المستوى الثقافي للأجيال الجديدة والناشئة. والأخطر هو أنه حتى اهتماماتهم بتكميل دراستهم اتقلصت، واللي هي أصلاً عم يتخرجوا منها أشباه أميين، بينما تتنامى مظاهر العبثية والسطوة والعنف كوسيلة للتعويض عن جهلهم أو عجزهم عن تحقيق ذواتهم أو تحقيق وجودهم ضمن مشروع نهضوي فكري. طبعاً للظاهرة أسباب كثيرة، منها سياسية واقتصادية واجتماعية وما ينجم عنها من ضغوط نفسية مؤثرة، ولكن الأهم هو انكفاء المشروع النهضوي الديمقراطي العربي وتراجع أهم التيارات السياسية والفكرية وانكفائها على ذاتها، مما دفع بدوره إلى انكفاء الفرد وانغلاقه وتقوقعه أكثر فأكثر ضمن دوائره الأضيق كالعائلة والطائفة والعشيرة والقبيلة، وانغماسه أكثر فأكثر في همه الوحيد وراء لقمة العيش أمام تفاقم الأزمات الاقتصادية. لك شو بتكون أبوكم يطربقها فوق دماغنا يعني؟ ليه؟ ليه؟ هيك عم تعملوا غياب أبوكم؟ وانتي كمان ست جميلة هيك صرتي؟ اي أمي طبي انتو وياها جوا أحسن مكسر راسكم ها؟ هل عنا يا؟ ليك ولا طالع منك ها؟ أنا فرجي يكون لأبوك يا عيب. شو ما عليك صاير جاسوس لأبوك؟ ما كنت صورتك أبدا هيك. شو ذكر النحل؟ تعرفت لك بيناتنا شفتلي أحسن لك. ما كنت رقص معنا قبل، شو اللي غيرك؟ نضال
كم مرة بدي اقلك اترك البنات بحالهم، بنات على بعضهم، انت شو حشرة؟ الله يرضى عليك، مو ناقصين مشاكل، مشي معي. احكولي هلأ عشو كنتوا عم تحكوا عمين؟ خير خير، شو جرى للدنيا؟ صايرة متلحلحة زيادة عن اللزوم، سبحان مغير الأحوال. هذا حكي نسوان، ساتك صغيرة عليه. نبريلنا بالأول حجة نروح فيها لبيت رفيقك الأستاذ كامل، ساعتها منعتبرك انضجتي. ما بدها، فينكم تتحججوا انكم جايين لعندي. لا تروحي علينا ها، أبوكي ما بيبعتني إلا معي. بعدين ما بدك تشوفي رفيقك الأستاذ كامل؟ أنا مو بخون ثقة أهلك فيني حبيبتي، أصلاً كم قرن بتكبريني حتى بتعتبريني صغيرة؟ لك العبرة حبيبتي بالخبرة والتجربة مو بالعمر، وانت الحمد لله لا خبرة ولا عمر. أنا عطرت لي الثقة قال اكلي واشربي ثقة حبيبتي. ايش شو اشتروكي بثقتهم يعني؟ لك حاجتك بقى خنوع يا ما بتروح إلا عليكي ها؟ بقطع ايدي إذا لهلأ أنت بتعرفي شو يعني كلمة رجال. حقتي لشو؟ إذا كنتي شاطرة بتعربي لي ها؟ يا حزنك هو فاعل ولا مفعول بي؟ هذا بس اللي همي، وتبهديني انا قدام البنات وما همك؟ لك كأني فعلا مو رجال بالبيت، كأنهن هن رجال. لك يا امي يا حبيبي، الرجال باخلاقه وبتصرفاته مو بعضلاته وصياحه. انت هيك بتقولي، بس الرجال هو الرجال اللي يعني. طيب انا فرجي لك يا امي رجال بالبيت لكان. يا ليش مين عنا ارجل منك لك ابني؟ يي لك امي مين محبي راسك بهيك حكي؟ ام نضال يا بنت الكلب، مو كان ناقصي غير انتي. والله انا موتك والله، يا انا يا انتي بهالبيت. أي سقفات متاحة هيدي يعني؟ أي سقفات متاحة هيدي اللي ما تحكي عنها؟ ما كلها مستوردة، وكتير من هيدي السقفات ورد لنا إياها الاستعمار، وأثرت على مجتمعاتنا بدون أي دراسة كافية لخصوصية هيدي المنطقة وظروفها الموضوعية. شو خيي؟ كأنك أنت ضد الحداثة. لا يا عمي، بس مش تتعوى مفاهيم الحداثة والتطور فوق تخلفنا كقشرة هشة، بتسقط عند أبسط الأزمات وبيفوش من تحت تخلفنا. لا أبدا مو صحيح، المشكلة هي بهذا الجيل، هذا الجيل اللي ما عم يقدر يحدد مصلحته أو موقعه من هاي الثقافات المتاحة اللي كنت عم تحكي عنها. يعني صارت بالنسبة له موضة أكتر منها هاجس أو مصير. وجيلنا شو موقعه من هالحكي؟ انتو شو بتعرفوا أصلا عن جيلنا اللي ضاع بين الرجلين؟ بين أحلامكم وشعاراتكم اللي كانت أكبر من واقعكم واللي ضيعتكم وضيعتنا معكم، وبين جيل معلق بين السماء والأرض، لا طال السماء ولا طال الأرض، لا عنده أحلام وهو من الواقع اللي عايش فيه هربان. ولما حب يحلم بواقع حقيقي
تحولت أحلامه لكوابيس. وأنا لا أقدر أنساك ولا ليا غنى، لا أقدر أنساك ولا ليا غنى ولا أتوب عن حبك. طبعا ودور الغزو الثقافي الأمريكي للعالم ما فينا نتجاهله أبدا أو نلغيه بالوقت اللي عم تزداد الهوة بين الحلم والواقع. على كل التطرف والعنف بينتج عن اليأس والإحباط الفكري والاقتصادي والاجتماعي. ما تذكرتيني ما هيك؟ أنا نبيل. أنا يلي كنت بعت لك الظروف الملونة والزهور المجففة. أنت؟ شايفة قديش هالدنيا صغيرة؟ بس بتعرفي لهلأ عندي فضول أتعرف عليكي أكتر من هيك، لأني حسيت أنك أكتر إنسان عفوي وحقيقي قابلته بحياتي. أنا حبي كبير توصلني سنين تذكرني سنين. انت من شو بضلك خايفة؟ يا عمي انت منك مسؤولة عن اعترافاتي. انا برضو انا لا اقدر انساك ولا ليا غنى، لا اقدر انساك ولا ليا غنى ولا اتوب عن حبك. عن سمر ما هيك؟ عن سمر؟ عم تكذب علي ولك سافلة؟ عم تكذب علي ها؟ وفوق كمان عم تصي اختك هي ملاك الطاهر هي؟ ولك انت شو انت؟ ولك انت شو؟ ولك انت شو؟ يا كلبة! ولك انت شو؟ ولك انت شو؟ ولك انت شو؟ ها؟ ولك انت شو؟ شيطان انت؟ شيطان انت؟ ها؟ شيطان انت يا كلبة! بدي موتك! بدي موتك! بدي موتك واخلص منك! انت لسه ما خلص حسابك؟ لا. وانت وليه؟ شلون بتطوعي يا السافله هي ها؟ بدك تمشي على دربه؟ هي نتيجه السخه اللي حطيتك اياها؟ والله لك كسر راسك انت وياها. شوفي شوفي على العيون وقعه، لكم ما برف الا جفن كمان. خلاص جميلة لا بقى تبكي، خلاص ما تضربها. أمي خدني على أوضتي أخذ دوائي. يا ربي والله مو ذنبي، اتصل فيني عارف انكم وعندي لانه اخي اللي رد علي. انا تركت لهم البيت. تعي ايه يا حبيبتي ايه
اهدي وروقي خلص ما تخافي، اختك مثل القردة بسبع رواح ما بينخاف عليها. خلص روقي، ما بدك تهنيني لاني تركت بيت اهلي؟ قلت لهم وداعا للذل والخنوع، هاللقمة اللي بدكم تطعموني اياها وتزلوني كرمالها ما بدي اياها اخي، ردوا ولا جوعكم. يلا عقبال عندك انت واختك. بس بتعرفي انا، بس ما تحكي لحد، ها انا عم خاف كتير لحالي مع اني سكنت مع عيلي، بس انا من زمان بشوف كوابيس واشباح. بحس في ناس عم يلاحقوني ويراقبوني، شو ما عملت وين ما رحت وشو ما قلت. لأنه أخواتي حاطين يتجسسوا علي، أو يمكن أنا عم كتر حكي معي. حتى الحيطان تسمع. يا ربي يا ربي أنا شو كاملتي بكترة الحكي وجع الرأس. يا ربي أنا ماني ناقصة. يا ربي رح جننوني. يا ربي يا ريت أمي عايشة. بعبودية واستسلام يا حاج. شو دخل عبودية والاستسلام ولا الخوف؟ بالعكس تماما، أنا ما تناقضت محل، أنا هي أنا، واللي عملته يعتبر شجاعة نادرة. أنا لولا خوفي من غضب الله سبحانه وتعالى، إيماني القوي بالله عز وجل، ما كنت سمحت لهم ينقصوني. كنت هلأ ميتة ومرتاحة. أستغفر الله العلي العظيم. مش نوني، أستغفر الله العلي العظيم. مو معقول، شو صار لك؟ وين حكيك عن الناس الضعيفين والمهزومين؟ مهزومين؟ على مين بدك ننتصر بالعالمين؟ على الإشباح اللي فينا؟ ولا في بيناتنا؟ ولا اللي عم يطاردوني وين من كان؟ بدهم يدمروني. بدي أقضي عمري عم حارب أشباح. بدي أقضي عمري عم حارب أشباح. رح أعمل لك قهوة. هلا وقت قهوتك؟ تعي لشوف، فهميني شو اللي غيرك. ايوه اضرب، لا ترحم اعدائك يا شعب الثورة العربية. يا خلاص يا عطفنا، لا عم ينفلقنا يا ولك، ضاع العمر وهن لسه عم يتفششوا ببعض. هاتي شو هاي بابا، ورجيني هاي مارلين مونرو. يا عيني
يا عيني ما أحلى سيجارة بيد الست. لكن ليش ضربت الخنسة وقت اللي قفشت عم تدخن بالحمام؟ ولك حلوة بيد الست مو بيد بناتي، ولا بدك أخواتك يدخنوا يعني؟ والله يا عال هذا كان ناقصني. لك أنا أعطيتهم كل حريتهم، بس أنا ما بضحي ببناتي مشان المجتمع يتحرر على كتافهم، فهمت؟ وياك بابا خنسة؟ وياك حبيبي؟ ولا شو؟ ايه بابا ايه دي واضح بدك تتجوزي بس هيك شكر لتقهري أهلك والناس، بس هذا أمي مو خرجي ناقصك مع جنافه وجنانك. ما تحكي عنه هيك، بعدين أنا بحبه وإذا تركته ساعتها رح جن. مشان الله روحي بسرعة ألغي الموضوع قبل ما يجوا أهلك أو أجلي على الأقل. ما بعرف بشوف اليوم وعدته بعد ما يناموا أهلي. يي الله يعين أهلك عليكي، ما بعرف أي شياطين بتحركي. يي أعوذ بالله من شرهم. هلا أنت اللي عم تحكي هيك وأنا فكرتك رح تشجعيني، طلعتي أضرب من جميلة والله. عجبك على أختي؟ كان لازم يكون عنده أهل مثل أهلي لتعرف شو يعني خسارته. بس لما المسألة بتتعلق بمصلحتهم أو سماتهم بيسألوا عنا. لسا ما كان جف تراب أمي لما أبي تجوز عليها، ولو ما تجوز هو وأخواتي كان شرف العيلة ما بيسمح لهم إنه يخلوني أسكن لحالي. وهلا ياكلوا هم اني انزل عند واحد فيهم ولو يوم. و هيكون اتصلوا فيني لعندكم او اعرفوا رقمي الجديد عن طريقكم، لانه عم بيراقبوني ويتنصتوا عليها. أنا في إشارات من السماء بتوضح لي كل شيء. صدقيني أنا بعرف كل شيء. ما بعرف ليش برتاح أحكي معك أكثر من خنسة. هديك أختك مطبلة بالدنيا مزمرة بالآخرة، بس نيالا هي اللي مرتاحة بايعتها وماشية. لا تخافي اختي ما رح تهرب، حكي بس. Thank you.
جميلة؟ 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 جميلة افتحي جميلة. جميلة مشان الله افتحي جميلة. جميلة افتحي. هلا في أبوك جميلة؟ جميلة؟ جميلة مشان الله افتح. جميلة افتحي. افتحي مشان الله جميلة افتح. يا ربي داخلك. أنا بعرضك افتح. الله يخليك افتح. ليه تأخرتي؟ والله موتيني رعبة عليكي. شو بده يصير بأبوكي إذا عرف؟ هيك بيطوعك ضميرك تعملي فيني؟ كل وقت نصايحك هل يعني يا؟ مو بده يحبسني ويدفيني بالحياة؟ طيب نشوف. هتحس علي شيء؟ بابا 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 خنسة بابا خنسة 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 شوفي شو صاير وين بابا بابا شو وين وين أنا بابا ما في شيء مش اهدي اهدي بابا روحي لهم بابا طلعي بابا سيداتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار بعد حصارها الشديد والهمجي قامت القوات الإسرائيلية باجتياح المدينة الصامدة بيروت بعد مقاومة عنيفة وضارية من المقاومة الوطنية اللبنانية الباسلة لحبا. وفصائل الثورة الفلسطينية عملتوها يا أولاد الكلب جميلة لا يمكن تهرب مع شب ما بتعملها مستحيل هي بتخاف من خيالها أكيد صاير معها شي تاني ما بتعملها والله ما بتعملها هاي بنتي وأنا بعرفها تصلوا بالمستشفيات بالشرطة دخيل الله أكيد ما بتعملها لا مشان الله شو ناطرين لك اطلبوا الشرطة تصلوا بالمستشفيات اعملوا شي مشان الله تحركوا مشان الله اعملوا شي لك شمك شو صار لك؟ روح اغتني اطلبوا الشرطة مشان الله روح روح جيب لك كاسة مي روح مشان الله هلا بتبكي ما هيك؟ تذكري لما كنت تخبي علي خلصنا اهدي بقى اهدي اهدي خلصنا بقى ما ناقصنا ولا ويل خلصنا لبنان لبنان مستحيل بدها تحارب راح تتحارب شو حرب وما حرب لا يمكن مستحيل جميل ما بتقدر تشوف نقطة دم قدامها أكيد البنت هسترت أكيد البنت جنت يا ربي جميلة جنت جميلة من زهرة كانت تتأثر بهيك أحداث كانت تحلم
لمحله هون منيح كتير. بكره بالشتاء بفوتوا لجوا. يا حبيباتي قولوا لي، عجبكم التلفزيون؟ يا الله بجنن بابا، يعني كيف طلعت فلسطين خطفوها يعني؟ يعني يا بابا الإنجليز حبوا إنه يتحننوا على الإسرائيليين اللي طمعانين بأرض مو أرضهم حتى يعملوها بلدهم، قاموا بدل ما يعطوهم من أرضهم تصدقوا عليهم من أرضنا. وهلأ بدنا نوقف دقيقة صمت حدادا على الذكرى المشؤومة لوعد بالفور. قيام. جميلة شبك؟ ليش بكي أنا؟ في شي؟ صار شي؟ خبرت للمعلمة كيف صار فلسطين أخذوا اليهود من الفلسطينيين وقتلوهم. أنا بكرة بس أكبر بدي أشتغل فدائية. أنا لما بدي أكبر بدي أشتغل دكتورة مشان غز كلير بعزبوني إبرة. Thank you.
إلى أن أبوك بنت الكلب. بابا في شي صاير لك شي؟ ما في شي ولا بدي شي ولا بدي احكي مع حدا. شو خير ان شاء الله؟ وين رايحة؟ اشتري الاغراض لامي. جميلة بدك شي؟ عاوزة شي بابا؟ هدي بابا هاي 100 ليرة تلزمك. انا بعرف عم تصرفي 3 ارباع راتبك على البيت. خديها بابا خديها تلزمك. خديها حبيبي لا تستحي. لا بابا يسلم شكرا مو لازم. تزال طائرات العدو تغير على سماء العاصمة اللبنانية بيروت مخترقة جدار الصوت في وقت تستمر فيه دبابات العدو ومجنزراته باجتياح أحياء المدينة الصامدة البطلة التي لا تزال تقاوم رغم كثافة الاجتياح الصهيوني وهمجيته، وذلك وسط حالة من الاستنكار العربي والدولي الشديدين. رح أحضر الغداء. لازم نساوي شيء، لازم نعمل أي شيء. شو بدنا نعمل؟ بدنا نحارب مثلا؟ إيه نحارب، نعمل أي شيء نمنع اللي عم بيصير. نحن بدنا نحارب وانتي كمان؟ ليش ما في عنا جيش مشان يحارب؟ إلا إذا كان إلك هواية بالتمريض. بهيك حالة بيسمحوا لك تتطوعي بالإسعاف. لا أنا ما فيني شوف جريح، بس حاسة إني بقدر حارب وأقتل إذا بيكون هيك عدوي. تعرفي قصة العبد اللي صنع سيده؟ بنا أبو نضال شو تقبر قلبي؟ زعلناك بشي؟ إيش عم بصير معنا؟ إيشو يعني؟ نحن عم نجربك حاجة يو. إيه ما خربت الدنيا؟
ما خربت الدنيا. صحيح ما خربت الدنيا. قلتي لي ما خربت الدنيا، ليش بدها تخرب اكثر من هيك يعني؟ يدوب قلبي هالضحكه. قلت لك انا ما بدي غير هالضحكه وتطل البهيه. تقبر قلبي تقبر قلبي ان شاء الله. ما خربت. تقبر قلبي. التراكم الوحيد اللي عم يصير عنا هو الخوف، والخوف ما عم بيحرض فينا إلا بس عبوديتنا. ما عاد عنا طاقة للحياة لحتى يكون في عنا طاقة للحرب. عششت فينا الهزيمة. هم شي منقدر نعمله بحياتنا هلأ إنه نوازن بين العبد والسيد اللي فينا. هي مسألة الوجود أو اللا وجود هلأ بحياتنا. مو معقول. ما بيقدر السيد يكون سيد إذا ما هو صنع عبيده. مو أنا اللي صنعته لأبي، هو اللي صنعني هيك. على كل إن هي متوالية جدلية. كل سيد هو عبد لأسياد أكبر منه. صار كل واحد منا كامن فيه السيد والعبد مع بعض. لا هالحكي. شو؟ انت شو بفهمك بهي القصص؟ رح تفهمي اكتر مني شي؟ ولا رب تلميذ فاق استاذه؟ صحي نبيل عم يسألني عنك بهي الفترة، شو القصة؟ انا مهاجر على الكويت، رح استلم رئيس تحرير مجلة هنيك. اتركينا من هالوجع، خلينا بالمهم. شو أخبار شعرك؟ إلك زمان ما عاد قريتيلي. ليش هذا زمن الشعر؟ بحياتي ما عاد أكتب شعر. لا ما بصير. هالخامة النضرة اللي فيكي، اللي شكلتها وجبلتها بإيدي هدول، حرام توقف. لازم تتبلور وتتطور وتتحرر أكتر. زعلانة مني شي؟ حرام هذا الوشي زعل. حرام. شو بها جميلة؟ وين راحت؟ والله ما بعرف. شو صار؟ ان شاء الله يا خالتي الاصابه خفيفه. خفيفه الحمد لله على السلامه يا مسعود. بغير شر. الله يسلمك عليها. بغير شر بغير شر. حدنان وبتحارب وبتقول لامك والله رح ينقطع قلبها من الخوف عليك. طولي بالك طولي بالك. هي رجعلك بالسلامه، بس انا العطر علي من امبارح ما بعرف وين هي. صارت فيني هيك؟ الحمد لله انا رجعت صالح. ان شاء الله هيك ربي والهي بيرجع لك كمان اذا صالح. شو ما تقول بحظ بزمتي اذا عامله مثلك لندمو على الساعه اللي ولدت فيها. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طمني خالتي طمني، بتعرف شو مخبيها علي؟
لا تكون مخبي علي شيء. يا خالتي والله ماني مخبي شيء، ولو مخبي شيء بحكي لك يا يعني. بالانسحاب فورا، وتواجه القوات الإسرائيلية الغازية مقاومة عنيفة وضارية في اجتياحها لأحياء المدينة مكبدة قوات العرب. يا الله أنا عرض الخسارة الدفاع يا الله. يلعن أبو هاللعبة، لعبة تعبانة من أبو هاللعبة، راحت علينا. الله زعل الحكم، حطوا برأتي مع الحكم. باي باي فرنسا خلاص. شرفوا الباقي الكبير للكره الفرنسيه صاروا سجل بعد ونشوفه هنا. جوزيف اسبقوني محضر الجو لاحقكم. طيب شو بيكي؟ شو صاير معك؟ عم تبكي؟ لا تبكي معليش، ما حدا مرتاح. أنا كمان هزتني الأخبار بلبنان، فكرتني أرجع لهونيك، بس حسيت إني ما قادر أشوف ولا أحكي مع حدا إلا أنت. فجأة ومطي بذهني مثل ملاك الرحمة، ونبهني هالملاك انه في اشياء كتير كبيرة ممكن اقدر اعملها هون. تعرفي، يبدو انه الحب هو التوازن الوحيد الموجود بحياتنا. عم فكر اعمل فيلم عن الاجتياح بلبنان، بتروحي معي؟ فيلم بالحرب؟ ما هو فيلم لأنه حرب. أنا صار لازم روح. جميلة شو بيك؟ من شو بتضلك خايفة؟ وقفي حكيني لحظة، بعدين بنحكي. جميلة ما تخافي، أنا ما رح أحرجك، بس لازم نلتقى بعدين. تفضل. تخيلك خلاص تركني، بعدين بنحكي خلاص. جميلة تعالوا لي. ولك تعي لهون. وليه؟ وين عم تعكرت وليه؟ مين هذا اللي معك؟ مين هالعكروت هاد؟ ما بعرفه. ما بدك تحكي؟ تعال شوف. لك خلص مو بالشارع. خلصي انت. مين هادول؟ ما بعرفه. ولك يا تافه يا رخيصه كلمه، ولك لو قتلتني شرفي كلها اكل عقبي، كلها اكل بدون استثناء. ولك شو كنت عاملوا لو قتلتني شرفي؟ ولك كنتم تطبحوني انتو؟ ولك شلتوا ارضي؟ يلعنكم نفتح لك البنات، واللي بيحب البنات واللي بيجيب البنات. يا الله يا اسمعي ولادي وياها، طلع من البيت ما عاد فيه ولا شغل. تو عليكم طلبي على الترباية. Thank you.
انا بعدك، ما لي انا بعدا، ما حدا له عندي شيء، انا ولا شيء، انا ولا شيء، رخيصة انا وضيعة. كان اتشرفه وعرض رخاص، كان اتشرفه وعرض رخاص، راح يدور وين زاتتن، راح يدور وين زاتتن، مالين شان انا حرية زبالة، ما له عندي شيء، ما له عندي شيء، ما له عندي شيء. وطي صوتك دخيلك، هلا بيرجع ابوك بيسمعك، صوتك رح يوصل للجيران. هذا اللي همك بس، وطي صوتي، هلا عني بدي ابكي وبدي اشعر، تسمع كل الدنيا وكل الناس، هلا عني بدي تسمع كل الدنيا. في انفضحنا بين الناس، يا ربي ليش هيك، يا ربي يا ربي ليش هيك عم يصير معنا. أنا ما دخلني طبعاً طبعاً، لأنه هو كل شيء بالبيت وأنا ولا شيء. لا أنت ولا هو، ما حدا دخلوا فينا، فمو بقى خلصونا يا روح شاطروا علي مو علي. عاشي بقى صادي ما عدت حمى، أنتوا راح تموتوني، أنتوا راح تجننوني. أنا ما كنت بوعي، أوقات بحس حالي إنه أنا مو أنا. يا الله تعبان تعبان، حاسس حالي رح انفجر، رح اطق. انت ما تعبتي وانت تتحمليني؟ تشربي قهوة معي؟ لا تعي، خليك انا رح سويها. أهلا علمت، أهلا علمت حب الوطن والزود يا عم، أهلا علمت وما لازم أسعل. أنت السبب، أنت السبب. أنا؟ أنا اللي قلت لها تروح على لبنان وأنا مالي دريان؟ أنا اللي قلت لها تروح تعمل مناضلة بآخر الزمن؟ هلا بدك بدها تحل مشكلة الشرق الأوسط؟ والله ما بعدت غير مجانين بهالبيت. يا الله هي راحت تنتحر، أكيد ما كانت بعقلها. ليش؟ ليش يا الله ليش؟ لأنه ضربت كف. تعرفي يا خانم، تعرفي إنه بنتك هلأ ممكن تكون ميتة بأي لحظة؟ أنا السبب، أنت السبب، أنت السبب. أنا شو؟ أنا غريب عنكم؟ كأني فاتح لكم أوتيل عندي، لك بناتي ما بعرفهم، عمرهم ما كانوا قراب مني ولا بعرف كيف بيفكروا. هي عملت هالشي حتى تدمرني إلي، كأني عدوة أنا مو أبوها. هي الوحيدة اللي دللتها، راعيتها، وثقت فيها.
وين كنت مغمض عيوني كل هالسنين؟ كيف كان ممكن اتوقع انه تعمل هيك؟ كيف؟ كيف؟ قصرتني بنت الكلب، هدتني. فكر الفصعولي انه ممكن تعمل الشيء اللي ما قدرنا نعمله نحن وقت اللي حاربنا سنة 48 و 67، وين كانت؟ كانت لسه مفاسة عنا البيضة. هلا جاي تحلم بعد شو؟ كان لازم علمها كيف تفيق، كان لازم علمها كيف تفيق من هالكوابيس.